الأحد الثاني من شهر توت المبارك. وأعلن تأهل الأطفال. اليوم يا رب أصرخ إليك كي تهبني هذه النعمة العظيمة التي وهبتها لأولادك في كل العصور، فأنظر إليك وأدركك وأدرك ملكوتك وأسرارك بروح الطفولة الروحية المستنيرة. أراك آتيا تضجر الحمى وتنتهر الشريرة فأشفى. أراك في الخلايا باكرا فأخرج إليك وأتلذذ بحبك وأشبع بمنك. أراك متهللا فأتهلل بالروح القدس وأدرك سر مجدك وأرتمي في أحضانك، وتفيض علي بحبك فأحبك من كل قلبي ونفسي وقوتي وأفكاري، وأحب أولادك كلهم. أثبت فيك بكل قلبي وأشواقي، وأفرح بغناك في فقري وبكنزك في إناء الخذفي. ربي يسوع، في طفولتي الروحية تملأني بالإيمان والمحبة وبالروح القدس، وتصيرني جنديا لك لا يبالي سوى بالجهاد لحساب ملكوتك. ربي يسوع، أعطني هذا السر الذي وهبته لأولادك، ولا تسلمني إلى الذين يحزنونني، ولا تدع الشر يفسد بساطتي، بل هبني العين البسيطة في كل حين وفي كل شيء لئلا يظلم قلبي يا محب البشر. ولك كل المجد إلى الأبد آمين.